السفيرة الأمريكية أرينا رومانوسكي تجولت في بغداد واطلعت عن كثب على الحركة التجارية في العاصمة وصولا إلى البراندات الأمريكية في المولات التجارية، لتثني رومانوسكي على المستوى الذي وصل إليه العراق في استقطاب الشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى. It is really encouraging to see Iraqis entrepreneurs who have been able. يسعدني جدا أن أرى هنا العديد من الامتيازات والأعمال التجارية المختلفة متنوعة وبالأخص الأمريكية. نتطلع إلى استقطاب المزيد من تلك الأعمال التجارية الأمريكية وكذلك أيضا النوعيات والأعمال الأخرى، نتطلع قدما إلى ذلك. فيما دعا مستثمرون الشركات الأجنبية الأخرى للاستثمار في العراق لما يمثله من أرض خصبة صالحة لتشغيل المشاريع، وباتت أيضا تتمتع بالأمن مقارنة في السنوات الماضية. إحنا اليوم العراق أرض خصبة، تريد استثمار، تريد أي شيء جديد. خليني أقول لك بصراحة، الكاستمر الزبون مل من المحلي، يريد شيء أجنبي. إحنا السوق التركي طاغي علينا، إحنا إيش نحاول؟ نحاول نجيب السوق الأوروبي والسوق الأمريكي اللي هو متسيد هسه موضوع البراندات، بعض الأسماء مثل ما شفتها أنت. كل ما يكون البلد آمن، كل ما يكون شركات الاستثمار والوكالات العالمية أرض خصبة لها في الاستثمار في البلد. وإن شاء الله إن شاء الله إحنا عبرنا هاي المرحلة إنه الأمان مستتب. وقاعد تشوفون يعني هاي وكالتي تعزل ساعة بالوحدة أو بثنتين بالليل، الزبائن موجودين والتحرك سهل. إن العراق ولسنوات عديدة افتقد لماركات عالمية متعددة حتى أصبح متعطشا لرواجها في هذا الوقت، خصوصا بعدما وصل إلى مرحلة متقدمة من الناحية الأمنية. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.